قال إذا ذهبنا إلى الأخيار والصالحين من الأنبياء، وذكر كلمة، قال فهذا الأمر مشروع، كون إنه غير الله سبحانه وتعالى يملك المطر من دون الله، وإنه إذا سألت الله برضو ما بديك مطر. اللي ينفق هذه يقول لك ما تسأل الله، أهل تسأل الله وبرضو ما بيديك مطر. قال الأمر ده مشروع. قال وعزة الله، سواء كانت في نزول المطر أو غيره هي مسألة مشروعة. إذا ذهبنا إلى الأخيار من الأنبياء والصالحين ومن ترجى بركتهم، المسألة دي مشروعة ولنبدأ برسول الله. وعزة الله يمكن أن آتي بسبعين دليل في هذه المسألة، سبعين دليل. شوف الكذاب، أنت بتعرف الله؟ وهل تعرف عزة الله تبارك وتعالى؟ وهل من عزة الله أن يشارك الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه في إنزال المطر أو في هبة الذرية أو في خلق شيء من الأشياء؟ زي ما قالوا ناس الجيش عيال عوين جروا، ما بتقدر تستهد شغلة دي صعبة، يقدر يناطح الحد، تقدر تقيف مع البلدوزر السلفي ده بيطحنك ويطحن الخنجر ويفرتقك حتة حتة، لأنه ده دين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده طوالي زولك عرّت شرط طوالي مما قالوا له الجماعة جايينك، فهمت؟ شغل سريع. الزول ده بيجاي هاي طوالي التلفون دور، طوالي الناس بلغت طوالي هناك، بلغت الدمبو كل القوة على الخنجر جوا، فهمت؟ مشينا هناك للخنجر لقيناه الخنجر وينوه؟ أكلوا الدودو، فهمت؟ ما في خنجر، فهمت؟ لقيناه ما فيش. ليه؟ لأنه ما بيقدر يقيم الحجة على باطله وعلى كلامه الفارغ الفاسد الكفر الحادي الذي لم يقوله حتى إبليس عليه لعنة الله. إبليس لو لما في الخنجر ده أنا متأكد بديه شنكل، والله الذي لا إله غيره، لو لما ولقى فيه طريقة والله شنكل، يقول لي عليك الله يا صوفي دي طريقة تعمل، ما ممكن تحصل مرحلة زي دي. عشان كده الخنجر طوالي ما انتظر الجماعة، قالوا جابوز أخواننا الوقفوا ضد الخنجر، قالوا الخنجر الصبح ما انتظروا، فات طوالي، ما بتقدر تواجه يا الخنجر.